تراتاك المصراوي خطيرة جدا في الإمكانيات. مصر تلعب بذكاء وخبرة السنين، يتقدم الهجوم عن طريق الأخطر العشرة، يلعب الكرة إبراهيم عادل الكابيتان والتسديدة جول عالمي يا مصري، عالمي عالمي عالمي، حتى لو من طنجة مش ممكن، جول عالمي للمنتخب المصري 1-0 كاملة للتسعين. باش تكون بهذه الطريقة مصر تدافع وتلعب على المرتدات، ترجع الكرة خطيرة جدا بعد خطأ في الدفاع، صعبة جدا وجول، هدف التعادل. الفريق المغربي يلقى الحل من خطأ في الدفاع المغربي، المصري يسجل الجول يا دوريانيس، رضا بكراوي جول التعادل، التعادل الوصول. زرزولي زرزولي بدي قلب شوت من قوي، لاني ميسي لاني مارادونا، قلب شوت زنارة، صعبة جدا. الوقت الإضافي، كرة الكأس، بعدها تبقى ربع ساعة اكسترا تايم. بماذا سندخل الشوط الإضافي؟ 1-1 ولا 2-1؟ اي 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 جول 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 مغربي بالهدف الثاني. الكل انتظر الزلزولي ولكن جاءت القذيفة من القادمين من الخلف، المغرب تخطف البطولة في آخر ردهات الوقت الإضافي.